السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم في هذه الفيديو حبيت نحكي على الأحداث الأخيرة اللي وقعت في بنكردام. طبعا اللي حدث كان متوقع وتكلمت عليه وسائل الإعلام أكثر من سنة، وهو أمر طبيعي للتطورات اللي وقعت أخيرا. وأنا في الحقيقة منحبش ندخل في تفاصيل العملية والخسائر الفاتحة اللي تعرض لها الجيش التونسي، وهذا طبيعي لأن الجيش التونسي ما عندوش تجربة، ونعرفوا احنا معناتها خلال مرحلة بورقيبة وبن علي ديما يتم إهمال الجيش والتركيز على النظام البوليسي. المهم أنا في هذه الفيديو حبيت نتكلم على بعض النقط التي معناتها تعتبر مهمة، وفي نفس الوقت هي عبارة على تذكرة للنتيجة اللي وصلنا لها توا واللي يمكن تتطور أكثر. أول نقطة حبيت نقولها أن اللي حدث في بنكردام كان متوقع، ونعرف اللي احنا التاريخ مربوط ببعض، يعني اللي قاعد يوقع توا عنده تأثير في المستقبل، واللي وقع توا هو نتيجة لما وقع في السنوات الأخيرة، خاصة بعد هروب بن علي ووصول الإسلاميين للسلطة. أنا الفيديو هذه حبيت أركز على زوز نقط مهمة، هي ما يسمى السياسة أو الوضع في تونس بعد الانتفاضة، والمسألة الثانية هي ما يسمى الوضع العالمي والسياسة العالمية في محاربة الإرهاب. هذوما زوز نقط حبيت نذكرهم في هذه الفيديو، وبش نبدأ بالقضية اللي تخص ما يسمى التحالف العالمي لمحاربة الإرهاب. هذه هي النقطة اللي بش نبدأ فيها. أول حاجة لازم نعرفوها أن الأحداث الأخيرة اللي وقعت خلال السنة الفارطة، سواء في الشرق الأوسط، سواء في سوريا، سواء العلاقات ما يسمى السعودية الإيرانية والتوترات وحرب اليمن والتدخل الروسي في سوريا وما يسمى بقلب المعادلة والحوار اللي وقع من بين دول الخليج وما يسمى نظام الأسد من أجل توقيف الوضع في سوريا وإنهاء حالة التوتر، والهجرة التي وقعت بالمئات الآلاف من سوريا نحو أوروبا، كل هذا مربوط ببعضه، هذا الكل مربوط ببعضه ومتناسق، وهروب كثير من المقاتلين الإسلاميين من سوريا نحو ليبيا واللي يعد بالمئات إن لم نقل بالآلاف، وخاصة التوانسة وغيرهم. يعني هذا الوضع العالمي وهذا الوضع اللي معناتها قاعد يتطور معناتها يوم بعد يوم، لأن نشوفوا أن أوروبا والدول الكبرى بصفة عامة بدأت تحس يعني بالخطر هذا الإرهاب الغير منظم. احنا نعرفوا ان الحروب بصفة عامة فيها عدة انواع، فما الحروب الرسمية يعني بتاع الدول، وفما الميليشيات المنظمة كيما مثلا حزب الله كيما الحوثيين في اليمن، وفما ما يسمى حرب العصابات اللي تقود هذه الاتجاهات الإسلامية، سواء الدولة الإسلامية في العراق والشام او سواء غيرها من القاعدة وغيرها، واللي هي مدعومة أكثر شيء من دول الخليج. أما الميليشيات المنظمة مثل حزب الله والحوثيين فهم أكثر تنظيما وأكثر التزاما بالقوانين الدولية، بينما الأخرين اللي معناتها مدعومين من طرف دول الخليج اللي هي القاعدة والدولة الإسلامية وغيرها، فهؤلاء هم عبارة على عصابات وجمعيات تعمل بعيد كل البعد على الأخلاق الحرب وأخلاق ما يسمى الصراعات. أما
القاعدة أو الدولة الإسلامية أو جماعة النصرة وغيرها من الجماعات الإسلامية المدعومة من دول الخليج، فهي تقوم بحرب عصابات معناتها بعيدة كل البعد على القوانين وعلى الأنظمة الدولية. الدول العظمى مثل أمريكا ومثل أوروبا والتي معناتها تعرضت لهجومات سواء في فرنسا أو الهجرة المتدفقة نحو ألمانيا وغيرها، جعلت هذه الدول تفكر في إنهاء كلي لهذه العصابات الإسلامية من بقايا أفغانستان وغيرها والصومال وغيرها. إذن لاحظوا هوني السياسات الموجودة في العالم سواء الروسية سواء الأمريكانية سواء الأوروبية بدأت تتجه اتجاه نحو التخلي عن هذه العصابات والقضاء عليها كليا. لا يعني أن الإسلام أو الإرهاب الإسلامي سوف ينتهي، ولكن سوف تظهر في المستقبل مواجهات أخرى أكثر تنظيمية وأكثر تنسيقية، لأنهم شافوا أن هذه العصابات من الجموش يتحكموا فيها، صحيح هما يطلقوها ويدعموها، ولكن الأضرار متاعها تهدد المصالح متاعهم الشخصية سواء الاقتصادية أو غيرها. إذن هنا اللي لازمنا نفهموه في الوضع هذا يعني العالمي، أنه الآن أمريكا وأوروبا وروسيا اتفقوا ووصلوا إلى اتفاق يجب القضاء على الإرهاب الإسلامي السني بطريقة نهائية، هذه الدولة الإسلامية وغيرها. ونعرف وإحنا معناتها أخيرا في الكونغرس الأمريكي يعني تم مناقشة أن حركة الإخوان المسلمين تعتبر حركة إرهابية. هذه العزيمة اللي لاحظوها في السياسة الدولية يجعل التخلي الأمريكي الأوروبي عن دول الخليج وخاصة عن السعودية والتقرب أكثر من إيران، لأنهم يشوفوا أن معناتها أقوى جيوش العالم هي في الحقيقة لا تستطيع أن تحارب العصابات، هذه معروفة يعني ديما الجيوش الكبرى تفضل تحارب دول وإلا ميليشيات منظمة واضحة. لو أمريكا لو تريد أن تحارب مثلا إيران سهل، لو تريد أن تحارب مثلا حزب الله سهل، ولكن محاربة هذه المجموعات اللي ما تعرف عليها حد شيء واللي تتحرك بطريقة معناتها جدا معناتها غير منظمة، يعني كل مجموعة وحدها وعندها تنسيقات خاصة، ما يسمى حرب العصابات، من الصعب القضاء عليها. إذن هنا لاحظوا اللي في السنوات القادمة هذه باش نلاحظوا نهاية ما يسمى بالإرهاب الإسلام السني، وسوف ندخل في مرحلة جديدة. طبعا الإسلام لم ينتهي ولن ينتهي الآن، ما زالت مرحلة كبيرة، على خاطر عندما ننتهي من الإسلام السني عندنا الإسلام الشيعي والإسلام المنظم السياسي، كما مثلا الإسلام اللي موجود في تركيا زاد هو يعتبر إسلام سياسي وغيرها من المناطق اللي معناتها فيها هذا النوع من الإسلام اللي معناتها متقارب نوعا ما ومعترف بالقوانين الدولية، حتى النهضة بحد ذاتها النهضة بحد ذاتها تعتبر من الإسلام السياسي المنظم نوعا ما، يعني نجمو نتعاملوا معاه ونجموا نحكيوا معاه. أما هذه المجموعات كالدولة الإسلامية والنصرة والمجموعات اللي موجودة في إفريقيا وفي الصومال وغيرها وغيرها وغيرها، هناك اتفاق عالمي من أجل القضاء عليها، وهذا لاحظوا في السياسة الأخيرة وفي الاتفاقيات اللي وقعت في أوروبا وفي الضربة اللي وجهتها أمريكا للمنزل اللي وقع في سرت للمجموعة اللي تجمعت تقريبا 50 قيادي أو مسؤول من الحركة الإسلامية، ولو لم يتم ضرب هذاك المنزل راه الوضع في بنغردان كان أسوأ، لأن أمريكا والغرب يعرفوا شنو قاعد يوقع، لأنهم هما بيدهم يتعاملوا مع بعض ما يسمى بالحركات الإسلامية المنظمة كما النهضة تعطيهم معلومات، حتى إيران تعطيهم معلومات، لأنها مش من مصلحتها إيران تحب تكسب ود الغرب،
حتى حزب الله يعطيهم معلومات، فهمت؟ يعطيهم معلومات لأنهم هما يحبوا ينهيوا. إيران عندها خطة أنها تحب تنهي ما يسمى دول الخليج وتأخذ هي القيادة الإسلامية، فهمت؟ هي تحاول باش تقنع الغرب أنها معناتها التعامل معها هو الذي سوف ينهي ما يسمى بالإرهاب الغير منظم وحرب العصابات، ويتحول إلى نوعا ما إلى إسلام أو إرهاب منظم وقانوني ذو ميليشيات معناتها واضحة أو جيوش أو حرب باردة أو غيرها كما وقعت مع روسيا. المهم العزيمة اللي حبيت نقولها هوني أن العالم أجمع الآن متفق للقضاء على الإرهاب السني السلفي الجهادي، سواء في إفريقيا، سواء في ليبيا، سواء في تونس، سواء في الجزائر، سواء في سوريا وغيرها. وهذا لا يمكن أن ينتهي، صحيح ما يضربوا لهم الروس متاعهم، ولكن ديما فما مد، ديما فما دعم مدام هناك دول الخليج كالإمارات وكالسعودية كقطر وغيرها، فهمت؟ يعني مدام فما دعم من هؤلاء هذا الإسلام سوف يتواصل وسوف يسبب خسائر كبيرة، يمكن يعني يدوم عام عامين ثلاثة، لكن أنا نتصور من هنا لبعض سنوات هذا نوع من الإسلام الإرهابي سوف ينتهي وسوف ننتقل إلى مرحلة قادمة اللي هي الخطر، ما يسمى الخطر الإيراني الذي يعتبر بالفعل خطر. بالنسبة لي أنا شخصيا نعتبره أكثر خطر من الخطر السني السلفي. بعد ما تكلمنا على الوضع العالمي والإرادة العالمية الأمريكية والأوروبية والروسية للتقرب أكثر من إيران ومن ميليشيات متاحة اللي موجودة في كل منطقة من أجل القضاء على ما يسمى بالإرهاب الإسلامي السلفي السني، فهمت؟ هذه معناتها مسألة واضحة، والحركات الإسلامية السنية اللي باش تتعامل مع أمريكا ومع الغرب من أجل القضاء على هؤلاء هي وحدها اللي باش يمكن تبقى في المستقبل لكي يكون لها مكان في الحكم أو في السلطة، كما النهضة، كما تركيا وغيرها. كما قلت لكم القضاء على الإرهاب الإسلامي السني السلفي إلا بتوقيف الدعم الخليجي، ولهذا هناك يعني عزيمة للضغط على هذه الدول، بل لو دعت الضرورة لتبديلها لكي تتوقف عن دعم هذه الجماعات. الآن أعود إلى الوضع اللي في تونس. نعرف احنا لو نعود للتاريخ، فهمت؟ كما قلت لكم التاريخ مربوط ببعضه، أن حركة النهضة أول ما بدأت في السبعينات كانت عندها جناح عسكري وكانت عندها تدخل أو أرسلت أشخاص للأمن، سواء للشرطة، سواء للحرس، سواء للجيش، لكي يتغلغلوا في الجهاز الأمني التونسي. وهؤلاء الأشخاص ليس واحد ولا زوز ولا عشرة ولا، فهمت؟ هذوما بالمئات، بالمئات، بدأت من سنة مع السبعينات بأوامر من رشد الغنوشي نفسه. ونعرفوا احنا اللي في الثمانينيات معناتها حركة النهضة كان عندها جناح عسكري وكان تحت قيادة فهمت إشراف رشد الغنوشي وتحت قيادة معناتها صالح كركر، وكان هذا الجناح يعني يتدرب سواء معناتها من السيفيل أو من الأمنيين. وهذا الجناح العسكري صحيح تم ضربه ضربة كبيرة، ولكن كثير من العناصر متاعه سواء هربوا للخارج، سواء هربوا للجزائر، سواء نجم نقولوا معناتها بقوا في تونس معناتها أو دخلوا للسجن أو غيرها. ولكن هذايا الجناح ما يسمى العسكري، فهمت؟ عندما هرب بن علي عاود رجع، فهمت؟ عاود رجع هذا الجناح العسكري. في الأول رشد الغنوشي إيش حب يعمل؟ حب يكسب هذا الجناح ليه، فهمت؟ ولكن ما استطاعش، استطاع يكسب بعض الأشخاص. احنا نعرفوا اللي سيد الفرجاني
وفهمت شورو ولوز وحماد الجبالي وعلي العرير، كلهم هذوما من الأشخاص اللي كانوا في الجهاز العسكري للنهضة. فهمت؟ هذوما الكل نجم نقولوا قلبوا الفيستا ومشاو مع رشد، فهمت؟ وغيرهم طبعا بالعشرات وبالمئات الذي تم ادخالهم وادماجهم في الجيش، فهمت؟ او في الشرطة او في الحرس. هذوما الاشخاص في الحقيقة يقومون بعمليتين، هذوما اللي تم ادماجهم، فهمت؟ اول شيء، فهمت؟ اول شيء انهم يعتبروا كما نقولوا احنا مسمار شحا للنهضة في الدولة، فهمت؟ يعني يعطيو معلومات وينجم معناتها رشد الغنوشي والنهضة تعمل عليهم لو تعرضت الخطر. هذه حاجة. وحاجة ثانية، هذوما الأشخاص يبيعوا ويوصلوا معلومات على المجموعات الإسلامية اللي رفضت، فهمت؟ رفضت أنها تكون معناتها تدخل في الجهاز الدولة، كما قال لهم رشد الغنوشي في الأول، فهمت؟ ادخلوا في جهاز الدولة ونظموا رواحكم في جهاز الدولة. فهم حود رفضوا لأنه يعتبرون ما يسمى بالمتشددين وميحبوش دخول اللعبة السياسية. هؤلاء يعدون هما الأغلبية في الجناح العسكري، نجم نقولوا 70% من الجناح العسكري بتاع النهضة رفض، فهمت؟ أسلوب رشد الغنوشي وانفصل وانتمى لما يسمى، فهمت؟ الحركة السلفية. هؤلاء شنو عمل لهم وقتها معناتها رشد الغنوشي والنهضة؟ وقتها شاف روحه من الجمش يحتويهم، فهمت؟ عمتاهم التسهيلات لكي يخرجهم من البلاد، فهمت؟ وأرسل معناتها بالآلاف، احنا نقولوا 3000 4000 5000 7000، فهمت؟ أرسلهم إلى سوريا، فهمت؟ وبعضهم مشاو ليبيا، تقريبا 2000 او 3000 مشاو ليبيا. علاش هو بعدهم واعطاهم التسهيلات؟ باش هو يفرغ له الجو، لكن هو يعرفهم، فهمت؟ والجهاز نتاعو العسكري يعرفهم. هذاك علاش يعني يستعملهم كورقه، فهمت؟ وقت باش يتقرب، فهمت؟ من الغرب او يتقرب من شكون عنده البوفوار، فهمت؟ يستعملهم. إذا وقت شاف هو رشد الغنوشي والنهضة خاصة بعد الانقلاب اللي وقع في مصر أن الحركة ولات في خطر، فهمت؟ وانسحب من السلطة، فهمت؟ وباع هذوما الأشخاص. أنا نتصور العملية اللي وقعت في سرت، يعني هذه ظاهرة بيعة، يعني من داخلهم صارت بيعة. ورشد الغنوشي نعرفوه إنسان مصلحي، يفكر كان في مصلحته، مستعد يعني يقتل نص الشعب التونسي من أجل مصلحته. ميهموش هذه فكرة أنه ولا مسالم ومسالم، لا، هو مداهن من الأول، فهمت؟ والنهضة هي مداهنة من الأول، وهي حركة إرهابية من الأول. منجيوش توا معناتها نجيو نقولوا لا هاو تابوا هاو ولاوا هاو ولا، فماش المجرم مستحيل يتوب. هذا معناتها النوع من الإجرام الإيديولوجي، فهمت؟ مش مجرد معناتها مرض، هذا إيديولوجية الإمبريالية والسيطرة والحكم باسم الدين وباسم الرب وباسم الإله. إذا مستحيل إن هذوما يتوبوا، فهمت؟ هذوما يخدموا مصالحهم ويستعملوا الأوراق اللي موجودة. مادام النهضة موجودة في تونس، ومادام الأشخاص هذا كما علي العريض، كما الجبالي، كما سيد الفرجاني، كما اللوز، كما شورو، كما رشد الغنوشي وغيرهم بالعشرات وبالمئات، هذوما لا يحاكموا، فهمت؟ راهو الوضع مش باش ينتهي، مازال باش تتطور الامور، فهمت؟ مازال باش تتطور اكثر، ومازال باش تتورط اكثر، فهمت؟ والمساله راهي مش تونس برك، لازمكم تفهموا ان تونس، فهمت؟ ما هي الا كيما نقولوا مرحله، لان الهدف ديما للاسلاميين في شمال افريقيا لا ليبيا لا المغرب لا تونس، الهدف هو الجزائر. هذه معناتها لازمكم تفهموها، ان الحركة الإسلامية العالمية دائما تعتبر الجزائر هي قلب شمال افريقيا، فهمت؟ واحنا نشوفوا معناتها عندما فشلت العملية الانقلابية عام 87 في تونس، فين انتقلت للجزائر، لان في الجزائر
فهمت؟ فما كما نقولوا القابلية، ومع الأسف الشعب الجزائري لم يستفد بسنوات الظلام تاع التسعينات. تو تشوف الشعب الجزائري أصبح أكثر إسلامي من قبل التسعينات، أكثر إسلامي، خاصة معناتها الدولة عطات زعما المسامحة وكل شيء، ولكن المجتمع عنده القابلية، القابلية كبيرة باش معناتها تتحول الجزائر إلى معناتها كيما نقولوا احنا بحر من الدم. يعني المسألة توا هكا، صحيح الجيش الجزائري قوي، صحيح الجيش الجزائري قوي، ولكن معناتها ما عادش عنده القوة كيما قبل. وتوا معناتها باهي مشدودة بحكاية بوتفليقة وكل شيء. أنا نتصور اللي قاعد يحدث هذا توا في ليبيا واللي قاعد يحدث في تونس الهدف نتاعو الجزائر. يعني وهي الجزائر توا ماخذة موقف يعني نحمي حدودي برك وما يهمنيش في الباقي، راهو الشيء جايها جايها، ما عندها فين تمشي. الحدود نتاعنا كلها مرتبطة ببعضها، ما فماش هذا. إذن لو لم يتم معناتها ضرب الإسلاميين في تونس، خاطر تونس نجم نقولوا هي العقل المدبر لكل الإسلاميين اللي موجودين في ليبيا وفي الجزائر، فهمت؟ خاطر هي اللي تحمل الإيديولوجية أقرب الفكرة، فهمت؟ وبضرب هالروس هذو اللي ذكرت أساميهم، وخاصة النهضة والحركة الإسلامية، ومعنتها محاكمتهم وإدخالهم للسجون باش نحميو المجتمع. خاطر راهو حطها في بالك اللي السلفيين أو الجناح العسكري للنهضة اللي معناتها يعد بالألاف، 10,000 أو 20,000، أو يقال إنه تقريبا 30,000، ولكن عنده تقريبا 100,000 أو 200,000 مؤيد في تونس، من عائلاتهم ومن أصحابهم ومن أقاربهم، فهمت؟ كان يتمش ضرب هذايا معناتها الرأس، معناتها الرؤوس الكبار، فهمت؟ المسألة باش تتطور أكثر. وكان معناتها 100,000 ولا 200,000 في تونس، احسب بالملايين في الجزائر، احسب بالملايين في الجزائر. الجزائر هي المستهدفة، مش تونس ومش جنوب تونس، الجزائر هي الأصل، فهمت؟ لأن هذه الجرثومة لو تعاود تدخل للجزائر وتعاود تنظم أمورها في الجزائر، وفما خلايا معناتها راقدة باش تنوض حرب ما تصورش بالك. هذاك علاش لازمنا ننتبهوا ان المعركة اللي قاعدة موجودة توا في الشرق الأوسط، اللي قاعدة تنتقل لشمال إفريقيا، واللي باش يكون نهايتها في شمال إفريقيا، باش يكون نهايتها في شمال إفريقيا، فهمت؟ هذه معناتها مسألة معناتها واضحة، لخاطر هذا الطريقة متاع التفكير وهذا الإجرام لا يمكن في الوقت الحاضر الإنسان يقبله، فهمت؟ المواطن العادي لا يمكن يقبله، خاصة في تونس. هو ما نجموش يتجاوزوا، هي العملية وقعت يمكن جس نبض، يمكن معناتها هي عملية تغطية، يعني عملوها بالعاني باش يدخلوا جماعة أخرين، زاد راهو منتشروا في كل تونس ويمكن وصلوا للجزائر، فهمت؟ خاطر هما كسم قطرة منهم تقتل، كسم هكا شوية منهم يقتل. علاش؟ خاطر أشخاص مسلحين بالإيديولوجيا، الإيديولوجيا العقائدية، والإيديولوجيا العقائدية هي أخطر شيء. يعني الإنسان يولي ما عادش يغزر روحه، فهمت؟ إذن هذه هي معناتها الأوضاع اللي وقعت أخيرا. ولهذا معناتها أنا أقول أن السياسة المتبعة الآن في تونس والتقرب من النهضة، فهمت؟ اللي هما نعرفهم أكثرهم اللي يتقربوا من النهضة، سوى النداء باش ياخذ معلومات وفهمت، وبتوصية خارجية باش يعطيهم معلومات وكل شيء، ولكن لازم يكون الهدف هو القضاء على الجرثومة في الأصل، فهمت؟ خاطر عندما تقضي على الجرثومة الكبيرة اللي هي النهضة كحركة، وكل الحركات الدينية اللي موجودة في شمال أفريقيا هو الحل الوحيد، من بعد هذه المجموعات يمكن القضاء عليها، معناتها سوى بالسجن، سوى معناتها بغيرها من الأمور، فهمت؟ يمكن القضاء عليها، المواطنين بيدهم ينجموا يقضوا عليها،
أما لازم في الأول هذوما الأشخاص الكبار هذوما لازمهم يحاكموا، لازم حركة النهضة تحل وهالمدارس القرآنية تتنحى، فهمت؟ على خطر هذه المدارس القرآنية النهضة الآن قاعدة تبني في جيل آخر اللي باش يخرج لنا بعد 10 سنين، هذوما في المدارس القرآنية والتربية الإسلامية وغيرها وغيرها وغيرها. مادام فهمت الدستور التونسي فيه الإسلام دين الدولة راهو مفماش حل، مادام الدول متاعنا مازال تعتبر فهمت الدين يتدخل في السياسة راهو مفماش حل. لهذا يجب الانتباه لهذه المسألة، وأرجو ما نكونش طولت ياسر، ومع فيديو قادم وبسلامه.